لا بديل عن الدولة ولا سلطة تعلو فوق سلطة القانون. بهذه العبارات خرج أبناء تعز من جديد رافعين شعاراتهم المنحازة لتفعيل دور مؤسسات الدولة، ومعلنين رفضهم وجود أي اختلال في صفوف الجيش والمقاومة، خصوصا في هذه المرحلة التي تعد الأهم في تاريخ تعز المجابهة لمشاريع التحالف الإنقلابي. الوقفة التي جاءت بعد يوم من الاشتباكات التي وقعت وسط المدينة، عبر فيها المتظاهرون عن رفضهم لكافة أشكال الخروج عن القانون، وطالبوا بسرعة حل الإشكالية، لحمة الصف والجبهة الداخلية وضمان عدم تفككها من الداخل. كان هذا أيضا من أهم المطالب التي رفعت في الوقفة الاحتجاجية. ندعوهم للمزيد من الجهد والتعاون لتحصين الجبهة الداخلية التي لا تقل أهمية عن تحرير، وذلك بدور ترسيخ ثقافة الدولة ودعم مؤسساتها الأمنية والخدمية. وتأتي هذه المطالبات بعد اجتماع لقيادات المحافظة ناقشت تطورات الأحداث والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تسليم المجاميع المسلحة التي تسببت في الاختلال الأمني. يوما بعد آخر تظهر تعز أنها الأجدر في رفع شعار الدولة، ويثبت أبناؤها أنهم الحاملون الحقيقيون لمشروع الثورة والتحرير وترسيخ سلطة القانون.